لكن قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات اختلف العلماء إلى أقوال عديدة في معنى الآية، وأظهرها عندي والعلم عند الله ما قاله الإمام النحاس واختاره ابن عطية في المحرر الوجيز، وهو معنى ذلك أن المحكم هي الآية التي لا يحتاج فهم معناها إلى غيرها، المحكم الآية التي لا نحتاج عند فهم معناها إلى غيرها، والمتشابه من آيات القرآن التي نحتاج عند فهم معناها إلى غيرها، نحتاج إلى فهم معناها إلى غيرها. فمثلا يقول الله عز وجل عن ذاته العلية ولم يكن له كفوا أحد، فهذا من محكم القرآن، لا يحتاج هذه الآية إلى آية أخرى حتى تفهم معنى قول الله ولم يكن له كفوا أحد، لكن تأتي آيات تحتاج إلى غيرها. قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه آية متشابهة. لماذا آية متشابهة؟ لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به نحتاج في فهم المعنى عند فهم قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا أفضل ما قيل في التفريق ما بين المحكم والمتشابه.